السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن درس التعاون. معروض أمامكم الآن، معروض أمامكم الآن صورتان. الأولى الأولاد يتعاونون مع أمهم في إعداد مائدة الطعام، أي أن هذا تعاون أسري منزلي. والصورة الثانية الأولاد يتعاونون في النظافة، هذا تصرف صحيح لأنه من التعاون الذي قال الله تعالى فيه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون له مجالات عديدة، فيكون التعاون مع الجار، ويكون التعاون في المدرسة، ويكون أيضا التعاون في الحافلة المدرسية، ويكون التعاون في البيت. هذه هي مجالات التعاون. كيف نتعاون في المدرسة؟ أتعاون في المدرسة مع زميلي بمساعدته، بإعطائه مال إذا كان يحتاج مالا، بإعطائه طعاما إذا كان يحتاج طعاما. والتعاون مع الجار، أتعاون مع جاري بمساعدته ومشاركته أفراحه وأحزانه وأهنئه بالنجاح. والتعاون في البيت، أساعد أبي وأمي في الأعمال المنزلية. هذه هي مجالات التعاون، وللتعاون أيضا مجالات عديدة أخرى. الأخلاق الحميدة، هناك عدة صفات وأخلاق حميدة نعرفها جيدا، ومن هذه الأخلاق التعاون، ثم التسامح، ثم التعاطف، ثم التراحم، ثم الإخلاص، ثم الإحسان. هذه كلها أخلاق حميدة يجب على المسلم أن يتحلى بها اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يكون متعاونا دائما ومتراحما ومتكاتفا مع أخيه المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.